اش كتخمم؟ انا اختي قاعد مقبل مع البحر تنخمم في البير. والبير مالو؟ اش قصه هاد البير؟ دابا راه شدو دكاره دابا. علاش؟ هو في الحقيقه كان مشترك ديالهم بجوج، ولكن في التالي الناس ديال الدكاله داروا على الناس ديال العبده، يعني طمعوا فيه وبغاو يسقوا منه هما بوحدهم. العبده كيقولوا ديالنا ودكاله كيقولوا ديالنا. هذه قصه كنسمعوها يعني ابا عن جد، بقات وراثيه كتقال بحق، ولكن الحقيقه الله يعلم عليها غير الله. يعني كان داكشي في زمان ديالهم. شنو في نظرك؟ القصه كانت مخوده بحال هكا، يعني الناس ديال عبده شدوا شي انسان هودوه ديال الدكاله، هودوا شي واحد هودوه للبير وقالوا ها انتم ملي غنرموا حنا شي حجره اولا غادي ندوق، يعني عطاو واحد مرخص بحال هكا. الا مشات هذاك البير دوا قال ديال الدكاله راه ديال الدكاله، قال ديال عبده راه ديال عبده. والناس ديال عبده ما فروسهمش، النهار اللي جاوبوا يسقوا حبسوهم، قال لهم هذا البير ديالنا، قال لي لا ياك حنا مشاركين فيه، قال لي لا ديالنا حنا، قال لهم كيفاش؟ قال لي احنا غادي نوضوا نسولوا البير، الى البير قال ديال الدكاله راه ديال الدكاله، الى قال البير ديال عبده راه ديال عبده. على البير كيهضر؟ دابا البير ما كيهضرش، ولكن هما يهبطوا واحد الانسان من الدكاله، هذوك الناس اللي هما متفقين ديال الدكاله. علاش ما يهبطوش ديال عبده؟ لحقاش هما ما بغاوش ديال عبده يسقوا معاهم، الاصل يعني ما بغاوش يسقوا معاهم من الماء تما، ياك فهمت؟ داروه فدلوه هودوه، قالوا لي احنا ملي غنسولوا انت هضر. قالوا لي قالوا واخا، الناس ديال عبده مشاو معاهم في ذاك الجو ديال الهضره ديالهم. قال لي شنو؟ قال لي نسولوا البير، قال لي صافي نسولوا البير. والبير ديال منطق؟ البير خرج منه الصوت كيقول ديال الدكاله. هما راه رايحين فيه صاحبهم. الناس ديال عبده تا ما عندهم طاطولانتيت ديالهم. قالوا كيفاش هذا البير دوا؟ ما يمكنش. قالوا واخا. مشى واحد فيهم مشى جاب واحد القفه ديال الحجر، جمع الحجر ودار القفه ديال الحجر وجابها. قال لي واخا مني هو هذا البير ديالكم نتوما ديال الدكاله وتيقول بانه ديال الدكاله، حنا غادي نردموه هذا الحجر كامل غنسيبوه فيه. هو يدوي هذاك اللي في البير، قال لهم لا 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 خلوني حتى نطلع بعدا. هذه هي القصه اللي وقعت. هذه هي القصه. طلع منه الانسان هو اللي كان داير انه تمايا كيهضر. دابا البير لمن بقى؟ بقى مشترك ما بيناتهم، لربما في ذاك الوقت حنا ما غاديش نقدروا نعرفوا واش فعلا حقيقه ولا خرافه. وتقدر تكون خرافيه والثاني داروها باش يضحكوا، لان الدكاله فيهم الضحك. وانت في نظرك البير ديال عبده ولا ديال الدكاله؟ هو كان يكون مشترك ما بيناتهم بجوج في النظريه ديالي، ويشربوا منه بجوج ويعيشوا بجوج، هادشي اللي كاين ويكون كلشي في سلام. داك البير ديال من؟ هذاك البير انا ديال عبده. ديال عبده؟ متاكد؟ انا عبدي انا ديال عبده. دونك الدكاله ولا سمعوك قالوا لك ديال عبده؟ واه اش غيديروا؟ ما عندهم مين مشى هذيك الوقت. دابا غتبقى جالس هنا حاضر البحر لا يهرب. انا اختي انا كندير الصباغه وساليت من الصباغه وجي نشوف شويه البحر، نفاجئ شويه على الدماغ ديالي ونعاود نرجع للعمل ديالي.